السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي. في هذا لا فيديو اللي إن شاء الله اون فا بريزونتي لو سيزيام شابيتر لو بلان سوسيال اللي داخل في إطار لا دوزيام بارتي لا جي ار اش من المادة ديال ليكونومي اي اورغانيزاسيون ادمينستراتيف دي زونتربريز، دوزيام باك سيونس ايكونوميك اي سيونس دو جيستيون كونتابل. الوغ نبداو على بركة الله بأون بتيت ديفينيسيون. Le plan social, appelé aussi plan de sauvegarde de l'emploi, est un ensemble de mesures prises par les organisations afin de limiter le recours au licenciement. Regardons la deuxième appellation du plan social, qui est plan de sauvegarde de l'emploi, qui est l'aspect où l'entreprise a un plan de sauvegarde, un plan social. Alors, une des raisons est que l'entreprise voit la situation de la difficulté financière, yani azma maliya. Et هنا ملي كنهضروا على ازمه ماليه اي entreprise كتفكر على انها تنقص من لي شارج ديالها من لا ماس سالاريال. Alors هاد لي شارج هادو تقدر انهم بيان سور تنقصهم من لي بيرسونيل ديالها، يعني تقوم بالتصريح ديالهم تخرجهم من l'entreprise. ولكن en même temps le plan social qui mكنها على انها تقوم بواحد التجنب ديال لو ليسونسيومون، يعني تفادى لو كان ديال انها تطيح في انها تطرد شي واحد. الوغ هنا ما كنهضروش على الطرد، الطرد هو انه لونتربريز كتخرج شي واحد يعني من لونتربريز بلا بيان سور اي سبب وبلا اي تعويض. الوغ هنا كنهضروا على الطرد، ولكن لو بلان سوسيال كيلعب واحد الدور ديال الوساطه ما بين لونتربريز و لي ريسورس هيومن ديالها باش يكون هاد لو ليسونسيومون هذا بيان سور بطريقه قانونيه وبطريقه وديه وبطريقه حبيه، يعني كتبقى ديك العلاقه ما بين لونتربريز و لي ريسورس هيومن ديالها كتبقى واحد العلاقه مزيانه مالغري ان هاد لي ريسورس هيومن ما غيبقاوش معاها لاسباب. من بين هاد الاسباب هما اللي ذكرت، يعني كتكون اونتربريز عندها بيان سور واحد الازمه ماليه او لا لقات شي حاجه في لا برودكسيون ديالها، احنا غنشوفوها بار لا سويت. الوغ من بين الاجراءات و بيان سور القرارات اللي تقدر بيان سور لونتربريز تاخذهم في هاد لو كادغ هذا، عندنا لا بري روتريت، يعني التقاعد المبكر. شنو هو التقاعد المبكر؟ سي لو ديبار ا لا روتريت دان بيرسونيل افون لاج ليغال دو لا روتريت، يعني ملي شي بيرسونيل ديال لونتربريز كيخرج من لونتربريز قبل من السن القانونيه ديال التقاعد، كيخرج بيان سور للتقاعد، لونتربريز كتساعدو على انه يخرج للتقاعد قبل من السن القانونيه ديال هاد العمليه ديال التقاعد. الوغ شنو هما الدوافع اللي كتخلي لونتربريز على انها تقوم بهاد العمليه؟ كيف ما قلنا لا ميتريز دو لا ماس سالاريال، كتحاول على انها تحكم وتنقص من تكلفة ديال لي سالير اللي بيان سور كتخسرها لونتربريز على لي ريسورس هيومن ديالها. ايضا راجونير لي ريسورس هيومن دو لونتربريز، يعني واحد لو بيرسونيل خدام في لونتربريز واحد المدة مثلا وصل السن ديال 50 سنة ومازال خدام في لونتربريز، الوغ لو بيراميد دو لاج بالنسبة لونتربريز كيكون كبير. وحنا عارفين بلي اون اونتربريز ملي كيكون عندها الناس اللي كبار في السن بيان سور كيأثر على la productivité ou la compétitivité de l'entreprise, يعني على الانتاجيه وكذلك على التنافسيه ديال الانتربريز. الوغ ملي واحد لا بيرسون كبيره في السن غتكيتي الانتربريز غراس ا لا بري روتريت، الوغ هنا لو بيراميد داج بالنسبه للانتربريز بيان سور كيولي بلوز او موان جون. ايفيتي لو ريكور او ليسونسيومون، يعني بفضل هاد لا ميثود ولا بهاد الوسيله ديال لا بري روتريت لونتربريز كتجنب انها تطيح في المشكل ديال الطرد. اميليوري لا كومبيتيتيفيتي دو لونتربريز، الوغ هنا كنهضر على لو بيراميد داش، يعني كيف ما شرحت في النقطه الثانيه راجونيغ لي ريسورس هيومن دو لونتربريز. الوغ هنا هذه نتيجه ديال ان واحد لا بيرسون كانت كبيره في السن ومازال معنا في لونتربريز وكيتاد لونتربريز، الوغ هنا التنافسية ديال لونتربريز كتقدر على انها تحسن. Maintenant on va voir les conséquences de la pré-retraite sur le personnel
et sur l'entreprise. Alors, on a bien l'état de l'après-retraite de l'entreprise, rajeunir les ressources humaines. Yani, كتنقص من الحده ديال لي ريسورس هيومان اللي كبر عندها في لونتربريز. ريدوير لي شارج دو بيرسونيل، كتنقص من المصاريف ديال لي بيرسونيل اللي كانت كتخسر عليهم بيان سور، وكذلك الازمه ديال لونتربريز كتنقص اكسيتيرا. بور لو كولابوراتور كومونسي اون نوفيل في اكتيف، يعني كيبدا واحد الحياه جديده ديال الخدمه. كرياسيون دان بروجي بروبر، يعني بفضل دوك التعويضات اللي بيان سور كيشدهم على لابخي روتريت، الوغ هنا كيقدر انه يأسس واحد المشروع ديالو خاص، او اللي يقدر يدير واحد لونتربريز ديالو اكسيتيرا. دابا غندوزو للقرار الثاني اللي يقدر يكون في هذه الحالة ديال لو بلان سوسيال، اللي هو لو ليسونسيومون ايكونوميك. غنشوفو لا ديفينيسيون ديال لو ليسونسيومون ايكونوميك. سيت ان ليسونسيومون qui est justifié par des difficultés financières dans la situation de l'entreprise. Alors, là, le licenciement économique, qui compte bien sûr, l'asma malie et les casques qu'on a dans l'entreprise, bien sûr, mais qui compte, le personnel. Alors, là, نقدر نعطيكم دو كا، سوا كتكون لونتربريز اون ديفيكولتي فينونسيير، فواحد الحالة مالية بيان سور صعيبة، او لا لونتربريز لقات باللي يعني لي كونكورون ديالها، المنافسين ديالها كيقدروا انهم يسبقوها وانهم يزيدوا يكبروا لا بار دو مارشي ديالهم بيان سور في ان مارشي. الوغ هنا شنو كيوقع؟ لونتربريز كتلجأ لي بروغري تكنيك، للتقدم التكنولوجي، كتلجأ للمكنانة، يعني كتلجأ على انها يعني تستعن بلي ماشين في لا برودكسيون ديالها عوض من انها تستعمل لي بيرسون، حيت حنا كاملين بينا كنعرفوا بلي لا ماشين كتكون عندها بيان سور واحد لي في بوزيتيف على لا برودكسيون ديال لونتربريز. من ناحية ديال الوقت كتقدر على انها تنتج بزاف ديال لا كونتيتي في واحد لا بيريود اللي بيان سور صغيره، كتنتج بيان سور دي بيس اللي هما فحال فحال كاليبر واحد اكسيتيرا، يعني عندها افونتاج على لا برودكتيفيتي دو لونتربريز. الوغ من بين الدوافع كيف ما قلنا ريدوير لا ماس سالاريال، الا كان عندها بيان سور مشكل مالي عند لونتربريز تقدر يعني بفضل لو ليسونسيومون ايكونوميك نقص من المصاريف اللي كانت كتخسرهم على لي بيرسونيل، او لا كيف ما قلت سادابتي او بروغري تكنيك، يعني انها تستعن بالتكنولوجيا وبالمكنانه في الانتاج ديالها. الوغ شنو هما لي كونسيكونس دو ليسونسيوم ايكونوميك سور لونتربريز اي سور لو كولابوراتور؟ اولا بالنسبه لونتربريز، لا ديمينيسيون دي شارج دو بيرسونيل، يعني لونتربريز كتنقص من التكاليف ديال لي بيرسون اللي كانت كتخسر عليهم. بينيفيسيي دي زافونتاج دو بروغري تكنيك، كتستافد من الامتيازات ديال لا تكنولوجي سور لا برودكسيون اكسيتيرا. اي بور لو كولابوراتور بينيفيسيي دون انديمينيتي دو ليسونسيومون، يعني كيستافد من التعويض على بيان سور التصريح. كرياسيون دان بروجي بروبر، الوغ دوك لي زانديمينيتي يعني دوك التعويضات اللي كيشد من لو ليسونسيومون كيقدر بيان سور ياسس بهم مشروع خاص ديالو اكسيتيرا. كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لو شابيتر. على فيديو بروشين ان شاء الله، اللي غنبداو لو ديرني شابيتر ا سافوار لا ريمونيراسيون.